ملاحظة: جميع أحداث هذه الحلقة فقط على سبيل الضحك والفكاهة، لا شيء قيل بجدية. ومن الآخر خاصكم قشاب واسعة. نقدم لكم سيداتي ساداتي الموهبة الأولى، الموهبة الفريدة من نوعها، صاحب أكبر مستاج في المغرب. هادشي اللي لقيت. أكبر مستاج في المغرب على الصعيد الوطني. واو. وعلى الصعيد الجهوي. واو. في 28 سنتيم. واو. تلودن من لودن تلودن. وغمزيانا لي فهاد الوقيته ما يبقاش يشري الكمامه كاع، غير المستاج قادر الغرض. الفيروس ما عنده فين يدخل، جميع الطرق مسدوده. انا جاني السيد بحال تاسبيري من الدخول. Niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. Ula next, March. سبع سنين هو مربية المستاش. هاد الفيديو طلع في 2017 ناقص 7 سنين هي 2010، ومن هذا نستنتج أنه من 2010 هو مربي المستاش. واو. دابا فقتي الصباح لقيتو تحيد بغنكعة ما ترشقش ليا. لا ما تخافش ما نحيدوش ليك. ما نقدرش نحيد، ربيته شحال مني، كانت عندي 19 عام وانا كنربي المستاج، عز عليا نربي المستاج. دابا هو قال لك با المستاج ملي كانت عنده 19 عام، اذا ملي صورت الفيديو شحال كانت عنده من العام؟ غادي نديرو 19 عام زائد 7 سنين هي 26 عام، اذا صورت الفيديو هو عنده 26 عام، ولكن دابا شحال عنده في 2020؟ غادي نديرو 26 عام زائد 3 سنين هي 29 عام، ومن هذا نستنتج انه دابا عنده 29 عام. وشحال فيك ديال الحسابات؟ جيتي؟ جيت. ايوا سير. لا ما غاديش. ما غاديش واخا. هو سير. صافي. هادشي عندنا في العائلة. هي قول لي هادشي عندكم عائلي. دابا كنتخيل عائلتو كانت تكون دايرة بحال هكا. لا ما تدخلوش في هادشي حشومة. كنشرب لاباي، كندير لاباي باش نشرب. بصراحة ما قنعتنيش هاد الموهبة، شوية ناقصة ما عجبتنيش. لا نشوفو شي حاجة أخرى. يلا نيكست. على ما سمعت قالك هاد الموهبة ما كايناش في المغرب قليلة. مزيان هادشي اللي بغينا حنايا شي حاجة جديدة، نتمنوا تكون شي حاجة زوينة. يلا نشوفوا. لو بصراحة مزيان أنه يعطي النصائح لصحابه، مزيان برافو عليه.
شوف دابا مع هذا السيد كيشرح ليه هو جلس كيضحك. واسمع المدرب ديالك، سمع المدرب صافي صافي صاحبي تكالما صافي يعني بشويه ما خصكش تعصب صافي بلا ما تعصب غير بشويه يعني تبدل تبدل تكالما صاحبي ويلي غير بشويه صافي تبدل صاحبي بشويه تبدل بلا ما تعصب صافي 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 واسمع المدرب ديالك لا 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 ما تعلاش ما تعلاش ويلي ويلي كيتفرجوا معنا البنات ولكن ما يكونش بحالي واو شي لينا الدري يلا هو مش عند موكي بكي يلا هو فكا معاه ليكم معكم صفية الخطاب من مدينة مكناس سن 18 سنة الرياضة هذه ما فهمتي ما كيناش في المغرب كيناها في أوروبا ونتمنى من الله اللي تاع اللي عنده مع هادشي وتيعجبو هاد الرياضه وكذا لا بصراحه كتعجبني هاد الرياضه شي واخا ما عنديش مؤهلات ولكن راه كتعجبني يدعمنا ويعاوننا لا صافي مابقاش كتعجبني هذا هاد القوه هادي اللي عندي قوه ربانيه من عند الخالق الحمد لله ايوا الحمد لله مساعده ولا شي حاجه نتمنى من الله نشرف المغرب حتى يعني ان شاء الله في هاد الاونه الاخيره بلاتي 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 هذا بحال حاجه اللي كيشبه لشي حد بغي يقتلني خبيني عايشه خبيني شوفي كاع قصحني ولا الا قصحني راه عايشه قلبي غير يسكت بالخلقه لا 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 ماشي هو ماشي هو الدراري هادو اللي تتشوفوا اي من الحومه جبتهم وهما فيهم كاين فيهم اللي تيتريني وطايحت معاهم طيحتهم لا لا باين باين كيتريني وباين شتي غير ملي عطبتي هذاك راه باين كلشي اواش هادو وجوه لونطرينمون هاد القوه اللي عندي خارقه من عند الله فطره ونتحدى فيها بدر هاري ابو زعيتر جون سينا ريكو باش يطيحني راه ما يطيحنيش في هاد المصارعات الايادي ها عاود عاود شنو قلتي ونتحدى فيها بدر هاري ابو زعيتر جون سينا ريكو باش يطيحني راه ما يطيحنيش في هاد المصارعات الايادي حيد عليا هادشي مابقيتش باغي نشوفو شوفو ليا شي واحد اخر قالك بدر هاري تقد عليه زياد زياد اجا صاحبك فهمتي غلط اجا ما بغاش يقول هكا واجي غير نشرح ليك هذاك العاش مع 12 اللي سمع لك تحغاش صافي غبشو 15 شحال فيكم ديال تشاش كتفرجو في ايدها وكتيقول اشاعات تبعو غير الطاعة وبعدو مني هاد الساعة